طيب انت ليش ما خبرت فاتن انك فت على المستشفى؟ ما كان في داعي. صار لي 5 سنين تقريبا، 4 سنين بكندا وسنة باسطنبول. يارا صبري تطمن الجمهور على والديها سليم صبري وسناء دبسي. احلى شيء انه شوي شوي تلاقي عائلتك عم تكبر. صرنا زمان مش طالعين عنا بإيتي بالعربي. ايه والله مقصرين شوي بالظهور الاعلامي، مختفين شوي، شو السبب؟ لا الحقيقة يعني هو الشيء له علاقة بالسفر، يعني عمليا يعني عايشين ما بين الإمارات وكندا، وبالنسبة ليارا كندا أكتر يعني هلأ من جديد رجعت واستقرت بالإمارات وبعد فترة من الزمن يعني. فيارا صبري غابت سنين طويلة عن الشاشة وخصوصا في المواسم الرمضانية، بعد ما تعود الجمهور يشوفها في أعمال سورية مهمة كتيرة زي الانتظار، تخت شرقي، والفصول الأربعة. كيف تكمل شغلها وهي حاطة الأفكار الغلط براسها؟ فمن أواخر الأعمال اللي شاركت فيها كان مسلسل أوركيديا سنة 2017. حدث جلل كهذا بات حديث العامة في الأسواق، بس الغياب ده وصل لنهايته، ويارا بترجع دلوقتي بعمل جديد تم تصويره في تركيا. خلصنا عمل جديد، صار لي 5 سنين تقريبا، يعني 4 سنين بكندا وسنة باسطنبول. اشتقنا. ان شاء الله يكون عمل حلو هيك ويعجبكم. ما رح احكي تفاصيل لانه ما بصير. لا بدنا نحكي تفاصيل، لا هيك ما بدك تبخلي علي، بدنا نعرف. ممنوع نحكي تفاصيل لحتى العمل يصير جاهز يعني، بس يعني ان شاء الله بيكون عمل حلو بينال اعجاب الناس وبتكون رجعة حلوة كمان الي من جديد. أكيد الناس كتير مشتاقين لك ومشتاقين يشوفوك. مين معك بالعمل؟ يعني نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين نجوم، هو من الأعمال المعربة يعني اللي هلأ عم تنعمل، وبس ما فيني أحكي أكتر منها. ده بالنسبة ليارا. أما زوجها ماهر صليبي فعنده 3 مشاريع جديدة. الحقيقة أنا السنة عملت مسرحية وبعنوان ترحال، وفي مسلسل عملته السنة الماضية، ف احتمال كبير ينعرض بهذا الرمضان بعنوان بدم بارد يعني. وهي يعني هدول العمليين مبدئيا لهي السنة، وفي مشروع مسرحي قادم كبير ولكن يعني مؤجل السمام بين تماما امتى يعني. انا مالي علاقة. وبعيدا عن الاعمال الدرامية، الكل عارف قد ايه علاقة يارا وماهر قوية بابنائهم، خصوصا بعد ما كبرت عيلتهم بزواج ابنهم كرم وتواجدوا كلهم في دبي في مهرجان المرموق. كيف هيك العيلة عم تكبر؟ كيف عم بتشكل الأجواء؟ والله ايه يعني هاي سنة الحياة مثل ما بيقولوا، يعني احلى شيء انه شوي شوي تلاقي عيلتك عم تكبر وبعد شوي يصير في احفاد وشوي يعني شعور حلو كتير. الحياة جميل جدا. كيف رضاك على الكن الجديد؟ جدا جدا الله يرضى عليها وهيك بس قال لي لا كتير دائما الحما بتدلل الكنة. يعني مثل بنتنا يعني، هي بالأخير بتصير يعني فعلا من ضمن العيلة، وهي لطيفة جدا وفهمانة جدا، والحقيقة يعني هي وكرم عاملين هيك جو حلو، وأنا بقول دائما هيك الله يبعثهم أيام حلوة وجميلة ومثل ما بدهم ويحققوا ولو جزء من أحلامهم. أنت كيف رضاك عن الكنة؟ والله ما في منها. أنا ما طعمني بنات، هلأ طعمني بنات على بعد ما كبرت يعني وهيك، فكتير مبسوطة طبعا، ويعني الله يسعدهم يا رب. والحب الكبير ده كمان بنشوفه في كل البوست اللي بتشاركها يارا على الانستغرام، سواء لأمها سناء دبسي أو لوالدها سليم صبري، واللي كان بيشوف الجمهور مؤخرا من خلال زيارات فراس إبراهيم لي. أبص له أحلى مشوار بالعالم. أستاذ يارا أكيد ما فينا نشوفك وما نسألك عن صحة الوالد، طمينا عنه. الحمد لله تمام، أموره مستقرة، ماشي الحال، هو وماما أمورهم تمام، عايشين هلأ بسوريا، موجودين ووضعهم كويس والحمد لله.